We'll be right back.
هو هلوسه. دلوقتي هسجل كل حاجة بالفيديو عشان لو في حاجة تخص سحر الأستاذ رأفت يتعرف عليها. دلوقتي أنا هخرج من الأوضة بعد ما اتأكدت إن شيرين خرجت ومشهاب وفريدة نايمين. فين الشاحن بتاع البتاع ده؟ أنا دلوقتي هسجل كل حاجة بالفيديو عشان لو في حاجة تخص سحر الأستاذ رأفت يتعرف عليها. أنا هطلع برا الأوضة دلوقتي بعد ما اتأكدت إن شيرين خرجت ومدام فريدة ومشهاب نايمين. أنا مش قلتلك 100 مرة مالكيش دعوة ببنات السكن؟ أنا مالي؟ أنا ماليش علاقة، واحدة انتحرت. أنت بتقولي لي أنا الكلام ده؟ أنا كنت عند مروة أخت تيتي الكوافيرة، كان عيد ميلادها. تخرج أشوف الناس، كان بقالي كتير ما حضرتش حفلة. أرقص وأغني لحد الساعة 3 الصبح. حتى سأليها، سألي رجعت نمت. والبنت انتحرت بجد؟ قولي لأ. ليه لأ؟ انت ما شفتيش كمية شرايط البرشام اللي طلعوها من أوضتها؟ انت أكيد كانت مدمنة مش عارفة تعالج نفسها. وبعدين هي كاتبة انها انتحرت. هحاول اصدقك ولو ان انا شاكة ان الحكاية. هو مش ده المهم دلوقتي، هو المهم انه البنات قاعدين برا والظابط على وصول. ايه ده؟ انت هنا؟ ايوه، امال هروح فين؟ اصل هم قالوا انك هم يقولوا اللي يقولوه، المهم انت شايف ايه؟ انا شايفك موجوده. انا موجوده طول ما انت عاوزني اكون موجوده. انا عايزك جنب العمر كله، انا مش عايزك تبعدي عني ابدا. بجد يا مروان؟ بجد. ليلي انا كنت عايز اقول لك كلام كتير قوي من ساعه ما شفتك ابتسامتك اللي نورت حياتي كلها. ليلي انا بحبك قوي. انت كنت قلت كده من بدري، كانت حاجات كتير قوي هتتغير. خلاص يا ليلي،
مفيش حاجة تقدر تفرقنا من بعض أبدا. انت قدامي اهو، انت عايشة اهو. مروان ما تيجي نروح نضرب كشري؟ انت لسه زعلانة صاحبي؟ معلش يا صاحبي، مسيرك يجي يوم وتنساها. يا ريتني قلت لها اني بحبها من زمان، هي قالت لي في حاجات كتير قوي كانت ممكن تتغير. وبعدين يا بنات، انا علاء وزوق بيطردوني في كل مكان ومش عارفه اعمل معاهم ايه. ما تخافيش، هما ما يعرفوش مكاننا هنا. انا برضو مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل؟ ما احنا طول عمرنا عايشين في مشاكل، ومشاكل مورانا في كل حته. صحيح، احنا المشاكل عايشه معانا زي الاكل والشرب. بقول لكم ايه، فاكرين لما كنا بنهرب من الحكومه ونستخبى في البيوت؟ وقال ايه البنت دي في مره شافت عفريت وراحت للضابط تقول له ايه، امسكني والنبي اقبض عليا، اقبض عليا لحسن انا خايفه اتعفرط. بقول لك ايه، انت تكني هنا لحد ما ينسوكي. والله فكره، انا هقعد افتح فيسبوكي وانستجرامي واتسلى كده، ويا رب بقى ينسوني يا رب. طب والله هو ده الحل. حل؟ حل ايه يا بنتي؟ هقول لكم بعدين. لو سمحت يا ابو شاب، ممكن اشرب قهوة؟ طبعا، حاضر. نيلي كانت مين صاحبتها؟ ومين اللي كانت عايشة معاها في الأوضة؟ سماح كانت طالبة في كلية طب، بس مشيت. وبعد كده ما كانش في حد قريب منها معين، يعني كانت هي قاعده في الاوضه لوحدها وصاحبتها بيروحوا لها. البنات بتيجي هنا اهو على النوم، يا دوبك يناموا ويصحوا الصبح يروحوا كليتهم. انتوا بصحابها؟ ايوه يا فندم. تفتكروا هي انتحرت ليه؟ ما انتحرتش يا فندم، كانت بنت بتحب الحياه وبتحب المزيكا والرقص وضحكتها ماليه الدنيا، يعني مستحيل تكون انتحرت. فعلا استحالة تكون انتحرت، دي كانت بتحلم تتخرج وتفتح صيدلية. طب تعالوا امضوا على المحضر. حاضر. تفضلوا انتوا. شكرا. اكتب يا ابني، اقفل المحضر في ساعته وتاريخه، ويتم استدعاء السادة المذكورين أعلاه إلى قسم الموطأ لاستكمال التحقيق. اقفل. السلام عليكم. السلام يا فندم. باشا، أنا قررت إن أنا أفتش كل البنات اللي موجودة في الدار، واللي هلاقي معاها برشام صداع هبلغ عنها. إحنا مش ناقصين مصايب يا باشا، مش كده ولا إيه؟ إيه؟ إن شاء الله. اتفضل. معقول اللي بيحصل ده؟ انا بجد مش مصدقه. انا كمان مش قادره اتخيل، هو ممكن الواحده تجي لها حاله فجاه كده تكره فيها الدنيا وتتخلص من حياتها؟ ليه وانت مصدقه ان هي انتحرت؟ قصدك ايه؟ ما هي كاتبه ان هي انتحرت. ما هو ده اللي هيجنني، ازاي انتحرت؟ دي واحده كانت اخر حاجه عايزه تعملها انها تساعد على مراقبه تلاقي سحر، وبعدين دي كانت على طول بتتكلم عن مروان. يا بنتي دي كنا لما كنا بنبقى متضايقين كنا بنروح لها عشان نضحك ونفرفش. انا يمكن اكون شفتها مره او اتنين، وكنت بشوفها دايما مبسوطه وبتضحك، لكن صدقوني البني ادم اللي بيبقى بيضحك ومبسوط على طول بيبقى بيداري جواه اكتئاب وحزن شديد، ما بيحبش يوريه للناس، فعشان كده بيداريه بضحكته وانبساطه قدامه. يا بنتي اكتئاب ايه وحزن ايه؟ دي واحده كانت بتحب الحياه، ده انا كنت كل ما اعدي من جنب اوضتها اسمع صوت الاغاني وادخل الاقيها بترقص وفرحانه. انتحرت ازاي بس؟ مش شرط، ساعات الحزن والاكتئاب بيخلينا نرقص او نغني عشان نخرج من الاكتئاب ده،
بس ده ما بيخرجناش من الاكتئاب، ده بيخلينا نكتئب اكتر. انا اللي هيجنني انها كانت عندي قبلها وما لاحظتش خالص وهي بتتكلم معايا انها مخنوقه او متضايقه، وانا والله ما كنت سبتها خالص حتى لو كنت هبات معاها. يا بنات في الاول وفي الاخر ده اجلها، والكل اجل انكتاب، ربنا يصبر اهلها. الله يرحمها، صبر مامتها بابا. يا بنات انا الحقيقه مش عارفه اقول لكم ايه، لكن انا زي امكم، اي واحده متضايقه من اي حاجه ولا جواها حاجه عايزه تحكيها تجيلي وتحكيها لي. انا مش عايزه في يوم من الايام الياس يوصلكم للانتحار زي نيلي. ليه؟ هو انت كمان مصدقه ان هي انتحرت؟ قصدك ايه؟ لو تعرفي حاجه قوليها. لا ما اعرفش، بس اوعدك اول ما اعرف اكيد مش هسكت. انا عارفه ان الموضوع صدمه علينا كلنا، بس هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا. ادخل. تمام يا فندم، تقرير الطبيب الشرعي. معقولة؟ دي حاجة يا فندم؟ لا روح انت مصطفى. لا مؤاخذة يا فندم، في واحد اسمه مروان بره عايز يقابل حضرتك. خليه يدخل. قول لي بقى مروان، معلوماتك ايه عن موضوع نيلي؟ انا هقول لحضرتك يا فندم على كل حاجه انا عارفها عن نيلي وعن الفيلا كمان. ما تغشش انا شايفاك. العب مع اختك تاخدش التفاح منها. جنونه الجميله حياتي انت عليك وعلى جمال شعرك يا روحي. ايه لا استنى ليه سبتوني؟ ليه بتسيبوني لوحدي؟ ليه؟ ده انا بحبكم، سايبيني لمين؟ طب انا هفضل لوحدي ليه؟ ده انتوا روحي، ده انتوا النفس اللي بتنفسه كده بتسيبوني؟ طب انا مزعلتكم، حقكم عليا، سامحوني. قلت لكم كتير ان انا مش قصدي ازعلكم، من حبي فيكم يمكن، من خوفي عليكم. ده انتوا نور عينيا اللي بشوف بيه. فاكره ينونة؟ فاكره حبيبتي ما كنا بنجري ورا بعض ونطلع على الجنينه واسبقك على المرجحه واتمرجح وتقولي انا الاول انت كبيره وفي الاخر بمرجحك برضه، صح؟ ولا انت ايه نور عيني حبيبي؟ لما كنا نجري ورا بعض وتجري تجري 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 واجري وراك وتوقعني وتعورني، ولما اجي اصرخ عليك وازعق تاخدني بالحضن، حضنك يهديني. اعمل ايه طيب عشان ارجعك؟ اعيش ازاي من غيرك؟ ده انا حتى السندوتشات اللي بتحبوها كل يوم اعملها هشيلها لكم بالجبنه بسطرمة وتاكلوا الحشوة وقول ماشي معلش. بس ده كان زمان، دلوقتي ما بتجوش. كل يوم اعملها وما تجوش، اعملها وما تجوش. لا ما انا انام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم، يا نام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم، يا نام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم، يا نام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم. هو ده يا فندم كل اللي انا اعرفه. كلامك بيودينا لمناطق كتير وبيأكد شكوكي، بس للاسف تقرير الطبيب الشرعي طلع وبيأكد انه انتحار. يا فندم أنا متأكد إن نيلي ما انتحرتش. نيلي مش ممكن تنتحر. عشان كده يا فندم أنا مش هسيب الحكاية كده تعدي وخلاص. أنا هفضل وراها لغاية ما أعرف إيه الحقيقة.
لان انا حاسس بتأنيب ضمير جامد. المفروض كنت معاها وما سيبهاش. انت يا جدع، انت اللي واقف هناك، انت يا جدع، انت اللي عمال تترقص، انت بتعمل ايه عندك؟ انت مجنون ولا ايه؟ هو انت بتكلم مين يا مروان؟ الراجل اللي واقف عمال يرقص هناك ده فين؟ ده الراجل ده هو راح فين؟ مكان واقف هنا دلوقتي. طيب يا مروان تعالى بس نريح كده وهدي نفسك. تعالى هدي نفسي ايه يا عم؟ وانت شايفني مجنون؟ بقول لك كان في واحد هنا دلوقتي عمال يرقص هنا. تعالى بس يا حبيبي، تعالى تعالى هننام ونريح نفسنا، وبكره ان شاء الله نقوم زي الفل. تعالى بقول لك كان في واحد واقف دلوقتي. مصدقك يا حبيبي، مصدقك، انا مصدقك. تعالى تعالى بس بقى، يلا. انت بتشغلني يا عمرو؟ انت مش مصدقني يا عمرو؟ بقول لك والله العظيم كان في واحد واقف هنا دلوقتي. يا حبيبي انا مصدقك، ما قلتش مش مصدقك. تعالى بس معايا هنريح وبكره نقوم زي الفل. تعالى تعالى اهدى. اهدى بقى، اهدى. تعالى اهدى يا مروان بقى، تعالى. انا شايفه بعيني يا حبيبي، مصدقك. تعالى خش خش. هو ده باب الأوضة الغريبة اللي أنا قلت لكم عليها.